سمعتي عن فلانة شو قالوا؟ طلقت، عرست، ربت، كلمت، سارت، ردت، أهم شيء شو قالوا عن هالفلانة؟ تبا تنرفز بنية؟ يا تقولها أوه متنتي؟ هي تنرفزت أو قلها تعرفين شو قالوا عنك؟ هالموضوع اللي بنناقش اليوم مع ضيفتين عسل، والله عسل قبل ليون حتى، بنناقشهم عن شو قالوا عنهم وانتم بتعرفون شو قالوا عنهم لأنه بلاوي. كملي أمي كملي. Long lasting and it's satin. Not matte. Ah, يعني لما عي شوي. A little bit. Okay. مو بوايد. طبعا دام ان اليوم ضيوفنا بنات، اليوم العطر ها شكله قلب على فكرة. عطر. روائح زهرية. القلب الأحمر. غروج من ألكسندر جي. وايد ما أدري شوي شوي عاد مو بشي. هلا هلا شخبارك؟ أهلا بوس جهتين سوري. ها مال لبنانيين ها. ما احنا بعد شي لبنانيين. اه اشي بوسي مال اماراتيات. طيب مو بوس. حياكم. الله يحييك ويخليك. شقتي المتواضعة. حلوة. اه يا قلبي. دايما برد انا ما اعرف ليش. هذا. زين. وجب راعي البيت. ها؟ راعي البيت. ايه. حلو. حبيتوها يا قيلي يا. وايد حلوة. تعالي هنا عشان الكاميرا تعالي هنا. وايد حلو. وايد حلو هالدبدوب صح؟ اي والله سلم. لا لا. كان كنت بسلم على ايش؟ دخ. انزين من اللي داخل؟ اكيد ما في حد داخل ها الي. او ماي جاد. قلبي جنبي مرة. لا 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 خلاص والله غنى. مرة وجابها. زخت والله زخت اخبط. لا يا حبيبتي انا اقرب صوبة. قربي 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 ما يسوى اقول لك الي زخت لا ايش الي ينط علينا نط ما ابي نط زخت والله زخت دبدو. زخت شنو؟ او ماي جاد ابي يحضنك او ماي جاد زختي منه زخت والله دائما لما اكون في حلقات مع اولاد احس اني انا اجمل وحده يعني مستحيل حد يغطي على جمالي لكن للاسف هاي الحلقه اليوم مغطين على جمالي وبكل قوه من الجاكيت على فكرة انت تعرفين انت ليش بس نقصتي نقزة واحدة مو بوايد قوية كانت ليش؟ من الجاكت يعني لعم الكتافيات انت اصلا كنتي اكثر بقول شو سواك الكتافيات تعطيك هيبة هي فما لا انا ثقل يعني لما لبست دشيت حسيت اني انا يعني مديرة المكتب هي بس يلا مشكلة يعني ما زغتي لا مع الكعب وشي ما قدرت ما خلتني الحماس اما انت انا بطني انت هي شريت شوي وتريس كمل الرقصة انزين معانا في حلقه تيم شو اليوم بعد اصغر مصممه ازياء ولا خلاص كبرتي لا كبرت خلاص كان في البايو مال اصغر مصممه لين الحين لين الحين كاش خفيها كاش خفيها كاش خفيها اذا اصغر مصممه ازياء في الامارات مريم الياسين معروفه بميم ديزاين معانا من الكويت نوره ان كي اي ان كي للحين الناس ما يدرون شو اسمي كلهم ضايفين يقول شو اسمك ان كي اي نكه نك ان كي اي قلت لهم اكيد لا بس تكتب نوره كاتبة بس هو ليش ان كي اي اختصار اسمي نوره خالد الاميري فتصير نوره خالد الاميري والله اسمك شي براند يعني اي والله ولد خالي طلع لي ومشى معي طقت معي من حطيته طقت معي الحمد لله زين على سالفه طقت معي طق ويانا وايد اشياء في الاشاعات صح موضوعنا اليوم عن شو قالوا عنك طبعا يعني وايد حساس الموضوع
خصوصا احنا البنات يعني يقولون عنا اشياء 90% مسوينها 10% مو مسوينها. فابغي اعرف خلني ابدا منو احنا بنبدي فيك. عندنا تشالنج حقك احنا راح نبدي فيك نشوف عاد معوديني يا انت يا احنا معوديني. وكل بس الموضوع challenge. الموضوع حساس الموضوع حساس كذي لا كل تشالنج تقول لي ايش هذا في خساير في خساير في خساير في خساير انا شفت هذيله داخل شو سالفة الظروف في اليوم؟ لا في خساير عطى منو 2000 اليوم؟ حيوان يا دانيا 2000 شكلهم نتعشى فيها اليوم نحط طالعين شكلنا نتعشى فيها نتعشى فيها راح نسوي لك تشالنج مو انت يا تطلعين لنا اشاعاتنا لا 2000 وخربتوهم انا اعطونا 100 بنقسمهم بيننا بس نشوف على حسب انزين انت في 3 كلمات كلها تقولينها حلو؟ فهمتي؟ سو لازم ما تقولي لها اوكي اوكي طبعا اوكي شو اخر وحده؟ ما ادري مثلا اوكي وطبعا وانت فاهمه؟ انت فاهمه؟ هذا ما نبي نسمعها، كل ما تسمعينه راح ينقص من فلوسك 100 كل ما تقولين بنضرب الجرس وبنتقاسم البيزات ايوه يعني كم مره اذا قلت بخسر ال 2000؟ لا 20 مره يعني في مجال يرد لك مبلغ معين ايوه حلو بس نحن بنحاول تمام نبدا في الحلوه ميم ديزاين اللي كانت مهببة قبل 4 سنين صج؟ هببت هبابة ما بعدها هبابة يا نورة هاي وصلت يعني حتى خليجي يعني يعني هاي الإشاعة اللي كانت صح كانت صح انتشر فيديو عادي تقولي لنا القصة شوي احس يعني بعد 4 سنين يور اوبننج اب تشارك لان احيد قبل يوم طلعنا تحدين قلت لي انا وايد متضايقه من هالشيء ما تكلمت عنه انزين انتشر فيديو الضم بطايع الباق سامع سالم ها تعرفين كلمه الضم بطايع الباق ما سمعتي هالجمله الحمد لله اوكي في حد ما سمع اوكي في حد ما سمع فانتشر هالشيء بطريقه فظيعه شو اللي قلتي اوكي تمنيت نوره فانتشر شيء بطريقه فظيعه وكل الناس قامت تقلد تدرين الفتره اللي كانوا كل حد يقلد 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 اي شيء شو فيديوز بدا من منو مني من انا المسكينه حلو يعني انت فتحت او كانت اول قصه تنتشر في الامارات في السوشيال ميديا ويعني في بلاك بيري وما ادري شو قلت شو السالفه المشكله هذه يعني على الايام هاي ما كنت طالعه يعني وجهي مو يعني معروف هي لان قالت الجمله غلط يعني نقعت في الجمله فهم لان هالشيء يمكن الناس ما تعرفه بس يعني لكل شيء انتم تسوونه او تحطون تعليق لا سمح الله في مكان ترى يضايق الشخص يعني لازم اي طبعا يعني نحن اخر شيء فينا مشاعر يعني مستحيل الانسان يعني بيكون بريد يعني ما بيحس فهمتي وكان ومو بشيء عود على اساس الواحد يسوي له بيج ديل هالكثر يعني اي بس انت لما تدشين مجال السوشيال ميديا لازم تعرفين المشكله هي ما دشت هي انتشر بدون دشه بس كذي هل هذا دخلها دشه يعني حتى لو ما دشيتي في مجال دشيتي الحمد لله شو الاشاعه اللي طلعوها عنك انا وايد مثلا طلعوا اشاعه لان شعرك قصير اي اكيد شو الاشاعه اللي طلعوها مثلا انتي بويا يعني يقولون لان شعرك قصير ايوه وكيف كنت تتصرفين في هالاشاعه؟ طبعا احقر ماشي الخطى يمشي ملكه الله واهلك كانوا يسوون يعني كانوا يتأذون من هالشيء؟ لا امك عادي يعني؟ لا اهلي لا لان هذه الاشياء التافهه ما تهز فينا طبعا لان اي احد يطلع لازم انه اي شجره مثمره يطقونها بس من الامثله بس مو بكل حد يتقبل هذا الشيء انا 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 ما انا ما يعني كاهالي اوقات نحن ما نهتم بس في ناس يتاثرون يعني اي بس اذا الشخص اللي داز لك مو محترم مو متربي بالبيت انا ليش احترمه او احط له اعتبار فيعني انا داش السوشيال ميديا ادري ان انا ما تحصلين هالكومنتات بحصل كومنت كذي او مره بعد طلعوا ان غسيل اموال او سمثينج شي انا كنتي غسيل اموال اي قلت وين عشان الفراري تغير اي تغير خرمات انت حاطه الفلالي انت حاطه الفلالي هاي انت تري على كل ما بتسمعين ولا شيء فراري لا اوكي انت فاهمه انا تيم الفلاسي يا السعدال كني لا جد انت هاي الفراري مالك اي حصلتنها بغسيل اموال صح ايه تيبون كذي ايه لازم من البدايه يقولي انا عندي فراري حصلتها بالحرام او بغسيل اموال شو اسوي يعني شو اسوي؟ يعني احرق السياره
وزلقوها وما شنو صار سوالف يعني عادي. شو طلعت عليك اشاعات ثانيه غير عن الحين ليتلي؟ يعني مثلا يعني هذا اسخف في اشاعات شرف. في صدق من وصلت على وين؟ بس شوفي هو من شخص واحد وهالشخص يعني على قولة تربيتي اللبنانية في الحيط يعني في أي شيء في الحيط يعني أو يعني البراند مالي مثلا الثاني يقولون عنه أنه من تايلاند لأنه جايد السيرين تايلاند لأني أروح تايلاند بس أنا تايلاند أروحها عادي أقول لك شو سمعت عنك؟ ها؟ أقول؟ هي قولي يقولون ميم ديزاين تصير وايد تايلاند تجيب كل أغراضها من هنا كي وهالشيء يضحك لأنه كل البرودكت أنا عندي رخصة تجارية يوم تجلبين هذا مكتوب ميدن وين زودها يا بتمتعن سوت لا قصدهم إن لا هو هي إن أنا ما عندي مصداقية أو إني أجيب شيء تشيب أو ليش تجذب أصلاً ليش البداية؟ تجذب هي أوكي أوكي وهم يعني الذكاء إن يوم تجلبين العلبة مكتوب ميدن كندا أي. والرموش ميدن تشاينا ميدن كندا أوه أصلاً كندا شو إيه. خليج وكندا لا أنا كنت بجيبش بس الأكياس مخلصة يعني ما يستوي يعطيك روج بدون كيس يعني لازم يعني full package you know you know Yeah, I know that. زين الحين راضي تقولين ولا كلمة يعني؟ طبعاً هاي 200 درهم بعد أردها بتشوفون كيف. يلا أوكي. خليني أكمل السالفة الحين. أوكي. أحياناً قدامكم. إيه. بس ما تعرفوني. شو الإشاعة اللي بتطلعونها عني؟ شو الإشاعة بتطلعينها عني؟ إنك تخرعين الناس. إني شو؟ تخرعين الناس. لا 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 جد. أنت شفتي السوشيال بروفايل مالي كامل؟ حلو. أنت يعني ما بإنترستد وايد فيني ولا شيء خلاص تتابعين. وأنت من النوع اللي تطلع إشاعات على الناس. شو بتطلعين عني بعد اللي شفتي؟ بعد احس نص الناس بيقولون مشهوره على الفاضي انه ليه على شوف هي على شو يعني وانتي راح يقول لنا راح ادور باكونتك راح يقول لي ليش مشهوره شنو في شيء شهره او إشاعة. مثلا راح يقول اشاعه مثلا يعني ما يعني ما في اكونت خفيت تجرحيني لا 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 مو بس لان يوم تعطيني شخص ما تعرفين شو انا ما شفت باكونت شيء غلط بالعكس اقرب لك اقرب لك والله يوم تعرفين هو اللي صح مقروصه ايوه كلنا مع أيوة مسكوكين طلاقات مس مسكوكين من القراب منكم ايوه اكيد يعني طبيعي الدنيا شي طلاقيك لازم بعدكم ما طلعتوا علي اشاعه ما حبيت يعني انا جاهزه اني اطلع عليكم اشاعات مثلا بس انتم مو بجاهزين لا انا قاعد افكر سؤال صدمني يعني صدم؟ ما توقعته لا انت تخافين تجرحيني لا ما اخاف اجرحك بس قاعد افكر احس يوم الشخص تعرفينه ما ترمين تطلعين عليه اشاعه زين منو كنت مره طلعتوا على حد اشاعه كل الصدق اي اكيد لا. بالغلط انت لازم تحكي على غلطك يا حبيبي فيجاتي بالغلافات الحمراء قدام الناس لا مستحيل اتكلم ولا احد لان ما ابي بيومي احد يتكلم كيف بالغلط مريم؟ يعني شوفي الاشاعه مو بانك انت تتكلمين في ناس مثلا تنمنم نمنمه لا بقول لك شو مثلا انا قلت عن شيء قلت عنك الزين والشين هاي الوحدة توصل حق وحدة ثانية الشين فيسي قالوا عندك كذا ايوه قالوا عندك كذا لا انا اقول لكم البنات شو يسوون لما يحشون يا بعض كلنا يعني قاعد يا بعض ترى فلانة تجي مليغة وما يجنها بس لا لا حرام حرام طيبة بس هذه حرام طيبة على كل وحدة تطبق حرام طيبة لا اكيد طبيتي بام اليابتي واللي ينتقل للناس واللي قبل حرام طيبة اي شلون وبعد يدتي انا اخر شيء بس تدري اللي يضايق يوم شخص ما يعرفك شخصيا وما يعرف انت كيف طبعك ما يعرفك اصلا بتاتا ويتكلم عليك بعد اللي ما يعرفك ما يثمنك ما راح بس من بقى. الامثله بس يمي خلي اقول لك انت خليك شغاله على هالموضوع انا كم مره قلت ما سمعته صدق والله نلعب لعبه على السريع نلعب بس عاد طلب انا بغير الكعب لان انا مو قادر اخبر لا لا لعبه ياسين واحده منكم بنحط لها سماعه عشان ما تسمع الحديث اللي يدور بيني وبين انا الحكم طبعا انا ما العب وياكم انا الحكم بيكون في ايدي التايمر 20 ثانية انزين لاحظتي قلت انزين ايه انزين ما شغل بالسالفة ايه انزين ايه انزين اوكي بديت شي اسوي عشان ما اقول هذيك الكلمة خلاص انزين انتي بتين وياي براويك الكلمة بتوقفين هني بتشرحي لها عشان هي تشرحي لها بدون اي كلام بس بيدي يعني بس بيدك حركات عشان هي تفهم شو هي لكن ايه. الو 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 بنعطيك انتي كلمات اماراتية هي بتشرح لك الكلمة بتكون إماراتية بحتة أوكي. وأنت يوم بتوقفيني بتشرحي لها كلمات كويتية بحتة أنا بفهمك إذا أنت مو فاهمة وبفهمك وأنت مش فاهمة حلو. حلو حلو بدون ولا كلام عندكم 20 ثانية أنت لازم تعرفين الجواب ببدأ وياك ستوب ووتش أشغل هي ستوب ووتش يلا قولوا أنا تايمر شو ستوب ووتش واحد اثنين ثلاث خقاقة إيه أوكي إيه
ادري انا شفت شفتي الكلمه؟ لا والله لا لا ما شفتها. لا سويت سويت باكي يعني بعدين قلت لها اماراتيه بحسب على طول احنا حجاج بدون ما قلت بدون ما تقول احس يا جماعه اربع ثواني حلو؟ تعرفين معناها طبعا ايه؟ يلا اوكي ويت هي بعد صفه هاي تعتبر هي صفة. كلها صفات كلها عندنا صفات بس كلمه كويتيه يعني أوكي. واحد اثنين ثلاث متحجبه متمكيجه يعيد الحركه زين عشر ثواني شنو سوى شيء احجاب حلوه تتمالح تتغازل تطالع شنو تكشف دان حبابة زوغة زوغة يعني زوغة من يقول زوغة الحين يلا عاد ما تقول في الكويت ما يقول زوغة شخبار 2002 المهم انها كلمة كويتية يعني الحين خسرت ولا يخسر خسرتي طبعا انا ايه انت شوفي في جائزة ولا لا ما في جائزة في كلام ثاني اوكي تعرفينها اوكي شو غمزة شو طر شو يعني تغازلين تغازلين شو تغازلين شو يعني مثلي عدل شو تغازلين خلاص تغازلين نفسها مغازلتية مو بصفة قلنا يعني بس قالت الكلمة تغازلين تغازلين يعني لا إيه مغازلتية نفسها لازم تقول مغازلتية يعني أنا الحين قاعدة أخمزها عيني طاحت زين أوكي بس أنا قلت مريم صفة صفة زين قولي لي مرة ثانية إن الصفة بس صح لا كلنا صفات قلنا مغازل بس صح قالت مغازل نحسبها صح ولا غلط؟ لا صح مغازل صح صح مغازل لا لا والله أنتم إيه الكلمة يعني لازم تشيل يمها إيش دعوة الله ما تعرفون تلعبون يلا أوكي ها أمي شوف قالت شوف قلتي أوكي أيوه أنت غششتيها لا أنت ما جاوبتك أنا شكيتك أوكي قالت اوكي مرتين انتوا تقسموا لي فلوس انا اشوف 200 هني 200 هني هي صادتك تاخذ 200 حبك حلالك انزين يلا انزين لا 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 انزين مو انزين اوكي يلا خلاص العشاء اليوم العشاء زين العشاء زين بدون يعني بدون شيء خمي على الخمي اوكي ما في كانت خلاص وطي بطني دمعت ما اقدر خلاص خلاص يلا خلاص يلا 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 دمعت وصل قامت تمشي وصل شنو الإشاعة اللي بتشتش بحياتك الكلمة يلا بسم الله نشغلك الأغنية بموت أخاف تخلص الأغنية أوكي هاي 500 راحت علي لا رحتي وطي اليوم انزين مثل ما قلت لكم ندعم مشار اول وحده شال الخاشوقه ها من برجر ستاف طبعا اي مطاعم ندعمها دائما موجود اللينك في الديسكربشن ودائما تكون مشاريع منزليه او مشاريع صغيره توها باديه شو بتبدين لكم الله يوفقكم امين كشري طبعا كشري انا بحط انا باكل برجر ما انزلي بس اقول لكم اذا توسخت عادي طوفي حلوه الكفاش ما بنسوي لك اقول لك انت كنتي تشتغلين مع بلوستي كنتي تشتغلين وين بنك بنك انزين ما ادري بيقولون اسمع لا ليش بيطلعون فايلك منها اخاف يطلعون المقابله اللي انتشرت مو مقابله كان كيك مسكين كان كيك صح ولا كيك ايام عرفتي اي ايام ولا اي كنت صغيره انا كم كان زمانات 20 يعني انت صغيره انا اسف بس الخاشوقه صغيره فيعني بس فور ايفر يعني لا لا بالغت انا زيرو كارب الحين انزين فشو الاشاعات اللي كانت تطلع في الدوام مثلا صح هي الحين راد تروح شوي. وترد على الاشاعات انا ما يطلع عني شيء طلع اخذ شيء يوم تطلعين اجازه اوكي اوكي يعني هم يطلعون اجازه مرضيه مثلا بس شو يقولون مثلا
تعبانين. تعبانين ما نقدر نسير للدوام. انت تسوين روحك صريحة وواضحة صريحة. لا انا اقول انا اوكي طالعة اجازة بس انا يكون عندي معرض يعني ما اخذ الاجازة عشان معرض. زين يعني الحين الإشاعة شو أنا أبا أوصل للإشاعة يعني والله هي مم مريضة يصيرون عند المديرة أو شفناها في سناب هاي معرض خوش كشري صد؟ أوه حلو سبايسي. زين أنت في الجامعة بعد صح؟ زين شو الإشاعات تطلع في الجامعة؟ الجامعة؟ هي أنا كله يطلع عندي إشاعة واحدة ها أني ملاك. ها؟ ملاك؟ وأنا بالصج لا إي والله تعبوني على فكرة هاي إشاعة حلوة إحنا نبغي إشاعة ملاكة وهنا اشوفك جايب حله بيضه اليوم ايه عشان اضبط اللوك هذا شيء انا اعطينا شويه ها صوت بيه حطي لها زي مسكينه حلت لا ما تبى بصل بنموت احنا داخل هني شو بيستي فينا كلنا متبصلين هي الف لازم مره الاكل الف على طول انزين وانت بالجامعه شو تطلع صدق شعات سوالف بالجامعه لا والله البنات كلهم حبوبين صراحه فيعني ما تطلع شعات خبي علينا يمكن ما تدرين يمكن ما تدرين الله اعلم الخاف يعظم بس انا ما ادري يخافون قدامي ما حد يتجرأ بس من وراي ما ادري بعد وش مثل انت شو يعطونك ايش يقولون عنك خل تعطيني المثل اول وانا اشوف القافله تسير والكلاب تنبح ما ايش يقولون فعادي اي دونت كير انت انت شو انا انا انت شنو شعرت طيب هي انا تطلع لي شعرات ان انا مو باماراتيه وايد خصوصاً لما أحط صورتي أنا وماما وبابا شيء صور أوه ماي جاد ما راح أحط صورتي أنا والعائلة إيه أنا بقول شيء أنا بشوف بروفايل بقول مثلاً شلون ما شاء الله يعني الله يتم عليكم لو أنا بطلع إشارة أقول شلون هي عائلة إماراتية شيء أوبن مايند يعني عادي سوشيال ميديا صدق أنتي بالنسبة لك الإماراتيين مو بأوبن مايند لا صدق لا الإمارات مو يعني مو بايل يعني معتدلين معتدلين هي مش الأوفر بس الاعتدال مو نفس يعني الكويتين يعني إحنا الكويتين شوي عادي عندنا إحنا يعني من قبل من أيام قبل الكويتين عادي يعني شوية أنت تعرفين أنا شو انصدمت حتى أمي كانت يعني انصدمت من هالشيء أي إحنا ببالنا إن يوم بنصير الكويت بنشوف اللي نشوفه في التلفزيون اللي هو أنا يوم وصلت الكويت كلهم محجبات كلهم يعني نسبة كبيرة عكس اللي كنا نتحرى لا احنا المتحجبات عندنا اكثر من احنا بس نشوفكم انتم ايه احنا الاوبن ماين احنا المكتكن احنا دادي ومامي وشي كلتوا؟ كلنا الحين صدق بتستخدمين الجوتي مالك صدق والله بنات ماراثون نسوي نحن هني تلفون سايلنت بليز ما نحب احنا هالحركات سوري والله سوري يعني. انت حق شو انا والله تعرفيني وايد اعرف هاي السيتش اللي تشي هاي انا يعني اطرتك يعني انزل لي لا لان عندها فلوسي ايه الحين من طرى الفلوس هو الشيء حساس 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 انزين الحين مثل ما عودناكم ويا ضيوفنا نلعب العاب انتم متعودين عليها وضيوفنا اول مره يشوفوها فخلنا نختار الالعاب من هني لا هاي كروت اللون اعطيني بليز الكروت اللي هناك اوكي لا اظن في واحده من الكاميرا لا 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 او ماي جاد هذه قويه الجينز عليهم. او ماي جاد. لا لا لا. او ماي جاد. لا الدوب كان وايد الطف. لا لا. ابي بروح اقوم من هنا. ابي امي ابي امي. او ماي جاد. لا 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 شي اوفر. نحب نقضي الحلقه كلها كذي. لا حول الله. نورا بعد ما زقتي. لا بس انا انتي رياكشناتك شوي بطيئه شكلها لا انا يعني اسوي روحي شخصيه بس انا اموت الحين بنلعبكم لعبه اوكي اوكي شو بنلعبكم لعبه واللي هي الاكيال الاعمى
الحمد لله ما لعبناكم نحو لان انتم حد عربي ما تعرفون. اقول صغطة ثلاث مرات فيه. الاكيل الاعمى. الاكيل ايوه. واين الفتحة؟ سكتي من خلج. في شوكة صغيرة. وين؟ هني ايوه. اوكي. ايوه نورة نورة. شو؟ اوكي. لا كيف الشوكة هاي؟ يلا بسم الله. تعرفين حجة شوين صح؟ يلا بسم الله. بسم الله. عرفتي شو هالاكلة؟ لا. كلكس كلكس كلكس. لا هذا شيء بحر بالبحر بالبحر مو مسوي. اوكي شو اسمه؟ محار. صح. اصبر ابطل. لا 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 في اكلات ثانيه. ايو ايو انا كلت طعمه. ليش انت سرطتي كامل؟ يبون كولا كولا يروح الطعم مو مستوي. يلا الحين شنو الاجابه؟ محار. محار صح جاوبتي مريم. هني امي هني هني. يلا شاطره الحين 1-0 الموضوع. يلا شو ها نبى ميم ديزاين تفوز على انك ايه. احس ان قبت خاف. شو لا جبن مالح. احس جبن مالح. اوكي 1-1. جبن قرف. سخر الله. بعد في شيء؟ لا لا خلاص ابى تعادل. انا حاليا حاب الموضوع. تقدرون؟ واي زغطة احس متلومة منكم لاني اكلتكم. فتشوا 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 خلاص فتشوا. استغفر الله. ده القرف. او ماي جاد. شقوا عيوني. عرفتوا؟ او ماي جاد. تخيلوا؟ لا 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 شي اوفر. احمدوا ربكم ما اعطيتكم باقي الاشياء. لا 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 فلوسي طاحوا. فلوسي طاحوا. طعمة طعمة. انت وين فلوسك؟ انت فلوسك ورا؟ ما ابي فلوسي خلاص. لا لا انا ما ببرك. مستحيل جنة وما شو؟ جنة. كولا بليز كولا 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 الطعم مستانسة. مستانسة عليكم. في كمان بعد؟ لا لا خلي يشكرون الكاميرا بضرب ضرب. ليش مو قدام الكاميرا؟ مو الكاميرا مو بالكاميرا الحين نضربها ضرب. لا لا ماخذين فلوسي. احترموا الشخصية قدامكم اللي مفلسينه. اللي مفلسينه. تلعبون وياي الحين؟ هاللعبة تحداك تحط ايدك. ابا الخاتم الالماس اللي موجود داخل مال رانيا بتطلعوا لي اياه. زين انا ما بطلعها خلاص. ما تبي تطلعينه؟ ما ابي خلاص. يعني ما تتحدين تحطي ايدك. حيوان ماشي. ذس كان اي كان اشور يو. ها؟ ما في قطوه والله. لا انا ادري مصيبه. لا 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 والله انا ادري مصيبه. ابغاكم تطلعوا لي الخاتم. ما تمصر. لا لا ما في خاتم. شو اسوي بالخاتم؟ يلا 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 يلا. ما في حيوان. في اشياء ثانيه. والله حلفت بالله حلفت بالله ما في حيوانات. شو الاشياء مثلا؟ مو حرف يعني بس حلفت بالله انه ما في حيوانات. هم قالوا لي هالشيء. نوره يلا نوره ويا بعض. والله خايفه انا. اباكم تشوف تلاقوا ايدكم داخل. شو اسمه؟ يعني شو بنموت مثلا؟ ايه يعني والله هاي ادفنشر. عادي شي اسوي؟ تحبين ادفنشر. كيف بتدورين على الخاتم وانت شي مسوي؟ 1-2-3 يلا. اه قاعد راح تصيدني. معقوله؟ لا انا ادري انت زي المصيبه. طولي بالك حبيبتي. طيب يلا شاطره. احب هذا صديق رفيق خير والله. انا وياك ويا بعض. اوكي اوكي. لا واحده مني واحده مني. يودوا ايد بعض الثاني هناك. يودوا ايد بعض. سلمي علي من داخل. سلمي علي. يلا 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 دوروا الخاتم. اوكي شو فيكم؟ خلينا على بعض. يودوا ايد بعض. لا انا ادري في مصيبه داخل. يلا 1 اخر مره اقول 2. انا ليش خايفه اليوم؟ راكبه مرتفع 50 متر فوق. 1-2-3 يلا 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 نورا. يلا نورا يلا يلا نورا. اذا تطلعين جونجر ترى تخلص الحلقه وانت مدخله ايدك يعني فظيع. يلا ابشري. يلا يا نورا. يلا شنو في شنو في شنو في؟ ما يستوي. حطي ايدك. حطت دخلت وخلصت. دوروا على. لا يا حبيبتي لا في اكيد شيء. بلا في بلا في بلا. لا دام مين ديزاين بعدها داخل معناته الموضوع عادي يعني. ايوه شنو هذا؟ دوروا الخاتم. وين؟ دوروا الخاتم. شنو هذا؟ يمين يسار وايد ترى في اشياء داخل. حصلت الخاتم؟ ما في شيء. في انا متاكد انه في خاتم حاطينه. شنو هذا؟
ما احس كرتك لينا تيجي من داخل الجبن والبيض وكله مخلط لان هذا البلو تشيز. دوروا لي على الخاتم الحين خلاص انتم مرتاحين صح؟ دوروا على الخاتم. ما في خاتم؟ دخلي انت الحين شو بيطلع لك شيء؟ شوفي قلت ماشي ماشي شو تبين؟ ما بعد اخاف بعد ماشي اوه ماي جاد ماشي انتي صدق ما في لقينا الخاتم هذا اكلي اكل خاتم للماس مال المخرجه واحطه كنت استاهل شي تحسين حيل اكثر بعد اي صح صدق طعم محاره بحلجي عجيب ريحته خلاص قلت يدكم ما شي ريحه اي لا ابد لا جد الحلقه نار نعم والله العظيم مشكورين على وجودكم وايد استانست فيكم والله احنا اكثر اوكي وابغي قالت اوكي روحي روح روح لين اخر البرنامج اي يلا لين نهايه البرنامج كملي يلا حابين نعطيكم هديه ما بيطلع لكم شيء في الهديه يعني هديه سو عندنا من الكسندر جي عطر لك وعطر لها شكرا هذا لنوره شكرا عطري في خايفه اشوف اصلا بالله اي بطلوا عشان تعرفون ان انا مو يعني حراميه ولا بس بخليكم يطلع لكم شيء او شيء امور طيبه اوكي حلو الباكج ادلادا ادا البينكش دون يا غافينا تشوف هي وين والعطر وين اي طبعا خايفه تتهنون فيه عطر العافيه حبيبتي عطر العافيه بعد ما ادري ظني خوش ليه هالعطر وانت انفاسك دخول اوه 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 خربتي مايكات برنامجنا وايد حلو وايد حلو عجيب ريحته فخمه مثل ما عودناكم ضيوفنا ونونسهم بس باقي نونسكم انتم سؤال الحلقه من فلاي دبي واللي بيعرف الجواب لهالحلقه بيربح تذكرتين على فلاي دبي لاي مكان يبغى يزوره موجود في النتورك لفلاي دبي السؤال هو كالاتي في ساعه موجوده في الصاله لما كنا قاعدين ابغيكم تعرفون الساعه كم بالضبط وتكتبوا لي في الكومنتات تحت طلعت اللي في الصندوق اللي في الصندوق لا اله الا الله الساعه كم طلعت اللي في الصندوق الجواب بتلقونه يوم بتشوفون لقطه البنت اللي تزيغ ويوم كلهم خافوا ابغى تعطوني الساعه صح في الكومنتات تحت لربح تذكرتين مع فلاي دبي شكرا وايد العفو احبكم وايد مشكوره ابغى اشوف شي الحلقه عقب الادت وكل شيء احس بموت من الضحك حتى انا ما انا راح اخاف ما اشوف لا خلاص والله ما في شيء والله خلاص ما في شيء خلاص